اهلا بكم في قناة تويتا. انا بطمن كل الناس، الحمد لله عملت اول عملية، كانت صعبة شوية بس الحمد لله عرفت يعني يعني استحمل الالم، ودلوقتي باخد حاجات جلسات اكسجين، وبعدين بعد اسبوعين هعمل عملية تانية، بعدين هعمل عملية تالتة، وبعد كده ان شاء الله هرجع. مش عارفه اقول لحضرتك انا مبسوطه قد ايه، انا ما كنتش اعرف ان كميه الناس دي بتحبني، وما كنتش اعرف ان انا قد كده مهمه بالنسبه لناس كتير، لان ما حدش كان بيسال عليا خالص. بس انا بوعدهم ان انا يعني هبقى عند حسن ظنهم ان شاء الله، ويمكن احسن كمان. وربنا يخليكم ليا، ان انتوا دايما بتدعموني ودايما في ظهري. ميرسي جدا 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 بجد، ربنا يخليكم ليا كلكم يا رب. وجهت الفنانة حورية فرغلي رسالة إلى جمهورها بعد خضوعها لأول عملية جراحية في أنفها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفت عن استعدادها لخوض العملية الجراحية الثانية لها ضمن سلسلة العمليات التي من المقرر أن تجريها لإعادة شكل أنفها بعد تعرضه للكسر وخضوعها لعملية تجميل فشلت وتسببت لها في مضاعفات صحية وفقدان حستي الشم والتذوق. وأوضحت أن الجراحة الثانية من المقرر أن تجريها الأسبوع المقبل بشرط أن تصل نسبة الأكسجين في الدم والأنسجة لديها معدل التشبع وفقا لطلب الطبيب، وخضوعها لجلسات الأكسجين منذ الجراحة الأولى، ومن المقرر أن تستمر الجراحة الثانية ساعتين فقط. وأكدت أن حالتها الصحية تحسنت كثيرا بعد الجراحة الأولى والتي استمرت 10 ساعات للحصول على قطعة من عظام القفص الصدري وبعض الغضاريف من الأذن وزراعة بعض الغضاريف في أنسجة الأنف تمهيدا للجراحة الثانية. وأشارت أن الجراحة تتضمن زراعة البناء العظمي للأنف واستكمال غضروف الحاجز الأنفي وغرف التنفس، لافتة إلى أنها بدأت تستعيد قدرتها على التذوق والشم. وشكرت حورية بعض نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على متابعة تطورات حالتها الصحية أول بأول، وكذلك الجمهور، مؤكدة إن هذا الاهتمام ساهم كثيرا في التخلص من الاكتئاب الذي أصابها بعد ابتعاد الجميع عنها لفشل الجراحة الأخيرة، وساهم كثيرا في ارتفاع حالتها المعنوية. ونفت حورية الشائعات التي ترددت عن تدهور حالتها الصحية عقب الجراحة الأولى، موضحة أنه على الرغم من صعوبة العملية والألم الجسدي إلا أنها استطاعت تجاوز الأمر، مما بعث حالة من التفاؤل داخلها لاستكمال بقية الخطوات العلاجية وإستعادة شكلها الطبيعي وقدرتها على التنفس من الأنف. وكانت طبيبة التجميل المعالجة لحورية قالت في لقاء لها أنه يجب تخفيض سقف التوقعات، مؤكدة أن خضوع الفنانة لعدة عمليات في الأنف سابقاً تسبب في تغيير تام بشكل وخصائص الأنسجة، وإن الأزمة الحقيقية لا تكمن في تفتت العظام وإنما في تلف الغضاريف. وأوضحت أن خضوع الفنانة حورية لأكثر من عملية تجميل في الأنف لم يترك الأنسجة الداخلية كما هي، مما يجعل العملية الجديدة غير مضمونة، مؤكدة أن الضرر الذي تعاني منه حورية فرغلي في الغضاريف الذي تعرضت للتآكل أثناء العمليات الجراحية السابقة. وأوضح مصدر مقرب من الفنانة حقيقة اعتزالها الفن بعد الخضوع إلى العملية الأولى، وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع ابتعادها لفترة عن الساحة الفنية، لكن الحديث عن اعتزالها الفن الآن يعتبر مبكرا وغير محسوم. وعلق قائلا قد تبتعد عن الساحة الفنية لفترة طويلة بعد إجراءها تلك العملية الجراحية الخطيرة، خاصة وإن نتائج الجراحات الثلاثة غير مضمونة بصورة كاملة ولن تكون مرضية بالشكل المتوقع. ولفت المصدر أن حورية خضعت من قبل إلى نفس العملية الجراحية منذ 4 سنوات، وتم خلالها زراعة جزء من عظم القفص الصدري في أنفها، لكن الأمر لم يسر كما كان مخططا له بسبب عدم اتباعها تعليمات الأطباء. كما كشف المصدر أن الفريق الطبي المسؤول عن حالة حورية فرغلي الآن حذرها من خطورة تكرار العملية الجراحية، وإنها ستحتاج لوقت طويل حتى تعود لمزاولة عملها بصورة طبيعية، وقد لا يحدث ذلك خلال العام الجاري. وكانت حورية فرغلي قد كشفت أن القصة بدأت عندما كانت منضمة لمنتخب مصر للفروسية، وخلال مشاركتها في إحدى البطولات أصيبت بكسر في أنفها خلال عام 2014،
وبعد ذلك اكتشفت حورية أنها أصيبت بخراج في أنفها، وذلك كان قبل بدء تصوير مسلسلها ساحرة الجنوب في عام 2015، وحاولت أن تعالجه بالأدوية ولكن لم تنجح في ذلك، وبسبب التصوير في الصحراء والأماكن الخارجية تدهورت حالتها مما اضطرها إلى التدخل الجراحي، ولم تأخذ فترة نقاهة مما أدى لتلوث الجرح. وبعد ذلك صرحت إنها عانت بسبب أزمتها الصحية واضطرت لعمل عملية لإزالة العظمة المكسورة من الأنف والحاجز الأنفي في المرحلة الأولى من العلاج، وهذا ما اضطرها إلى السفر إلى إنجلترا لمتابعة حالتها مع أحد الأطباء. وبعد تدهور حالتها في مسلسل ساحرة الجنوب اضطرت حورية أن تسافر مرة أخرى إلى إنجلترا، وقامت بعمل عملية جراحية لإزالة المسمار من أنفها، وهذا ما نتج عنه أن أنفها أصبح شكلها غريب، وهو ما دفعها لإجراء عملية أخرى تسببت في التأثير على مخارج حروفها. وبعد تعرضها للكثير من الانتقادات كتبت حورية فرغلي رسالة مؤثرة تقول بها: لم أختار أن أكون بطلة العرب في قفز الحواجز وأصبح فارسة العرب، ولم أختار أن أكون ملك الجمال، ولم أختار أن أكون ممثلة في كل مجال، لكن الظاهر أن وجودي في الوسط الفني غير مرغوب فيه. وجودي في هذا المجال مهما عملت وتعبت لتصوير أفلام ومسلسلات لكي يستمتع به الجمهور، لكن للأسف لم أجد سوى الكلام الجارح، وإني أصبحت مشوهة بسبب بطولة كنت رافعة فيها على مصر. لو أي حد شايف إني لا أصلح للتمثيل ياريت أعرف من جمهوري لو يحبوا إني أعتزل ولا لأ. وحصلت لي حادثة وقعت ومناخيري اتكسرت، هيكل مناخيري اتشال وبقت فاضية، والدكاترة معرفتش تساعدني، والناس بتتريق عليا وتقولي إني شبه مايكل جاكسون وتشتمني، وفاكرة إني شكلي بقى كده بسبب عمليات التجميل، وبقالي سنين مش عارفة شم بسبب عمليات مناخيري، وبقالي سنتين ما ببصش في المراية. وقالت كمان: الدكتور قالي لازم تتجوزي قبل 10 سنين وإلا مش هتخلفي، خطيبي مات قبل فرحنا بيوم وما قابلتش بعده حد ينفع يكون أب لولادي، وطبعا 10 سنين عدت واضطريت أشيل الرحم، وحجيت وقلت أنا راضية يا رب واعتبرت ولاد إخواتي ولادي، ومحدش بقى يسأل عليا حتى في الوسط اللي ساعدتهم وقفت جنبهم كأن محدش كان يعرفني، نفسي محدش يشوفني، بقيت أقول يا رب أروح قبري بسبب شتمة الناس لشكلي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.